السلام عليكم يا الربع، قويتوا؟ حيا الله الحاضرين جميعا، يا مرحبا. 19 العدد فوق، بغينا 900. في طموح كما طموح ابن الوزير علقي شبوة. فارفعوا العداد، ارفعوه وفروه، خلوه يفر. عندنا كلمتين ورايحين. بالله عليكم يا شباب، اعملوا مشاركة للبث، اعملوا مشاركة. البث بعنوان سأكتبه لاحقا: السيناريو القادم، او سيناريو الفصل الاخير من الحرب في اليمن. السيناريو او الفصل الاخير من سيناريو حرب الحوثي على اليمنيين. اعملوا مشاركة شباب، نصم الراس وندخل على طول في صلب الموضوع. حيا الله محزمي فواز بن جدنان، وما يهين الحاضرين، حياكم الله كلكم، ارحبوا، اعملوا مشاركة، اعمل مشاركة يا بن جدنان. خلوه يقطع شوي، بغيناه يقطع. هذا ما علم. اعملوا مشاركة يا شباب. اعمل مشاركة في الروح. ننتظر شوي. في الروح يا شباب. في الروح قفلنا على العيال. قالوا يبغوا يروحوا السوبر ماركت بيشتروا لهم العاب. ايش عندنا لعب هنا الحين؟ السيناريو بنكشف المستور الان وبنفضح الجميع. في عندنا سيناريو نفس الجيم بوي، شفت الجيم حق لعب هذه الاطفال؟ هي نفس اللي حاصله، شغل عيال. يلا نبدا نقول بسم الله. اشوف العدد عادوا ما زاد. ما زاد، بغينا يوصل بس فوق الميتين، شوية فوق الميتين، 200 ريال، 200 ريال يا من بوبجي بوبجي بوبجي، يلا لعبوا بوبجي. سلمهم، انتهينا منه، يلا حيهم ونبدأ. شباب حطوها بين في ودانكم هذه. الحلقة الأخيرة من الحرب في اليمن، أو السيناريو القادم أو الجاي على الطريق، وهو كالتالي. هذا السيناريو: واحد، الآن بعد ما نزل ابن الوزير من الإمارات العفاشي سابقا ولاحقا ومستقبلا وحاضرا ولاحقا ومستقبلا، فهذا هذا الشخص كان رجل عفاش في شبوة، ولم يدخل شبوة 15 عام، وعاد إليها وهو مستشار للرئيس هادي، يعني في منصب رسمي في الدولة اليمنية، وطالب بإقالة محافظ في نفس السلطة المحلية في منصب حكومي، فهذا ما ينطبق على هذا. يلا مشيناه وقبلناها، لكن العودة هذه كان الهدف منها هو لخلط الأوراق أو لمحاربة الإخوان المسلمين أو حزب الإصلاح وما شابه في القضاء عليهم، ثم التوجه إلى محاربة الحوثي. هناك بعض الدول أرأت أن تقديم الأولوية في الحروب لمصلحة عامة فهي الأفضل، فالأولوية أنه علي عبد الله صالح لما دخل أو أدخل الحوثي إلى صنعاء، فلجأ لأنه هو مربط أو مقيد بالمبادرة الخليجية، لا يستطيع أن ينقلب على الدولة، فأحتاج الحوثي ليزيح حزب الإصلاح والشرعية والدولة اليمنية من الواجهة. هذه واحدة. الآن يعيدوا بنفس العقلية، يريدوا أن يزيحوا حزب الإصلاح من الواجهة، ثم يدخلوا في تسوية نهائية، لأن الحرب قربت على التسوية النهائية في اليمن. إذن نحن لن ندخل في حرب مع الحوثي كمؤتمرين وغيرهم حتى نضمن أن الإصلاح والإخوان المسلمين انتهوا من اليمن.
وعادي، وبعدين ندخل في تسوية مع الحوثي، هو شيء وارد، الكل يدعو الحوثي إلى السلام، الكل يدعو الحوثي إلى السلام، وآخرها المؤتمر الصحفي الذي ألقاه تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم عاصفة الحزم أو التحالف العربي، قال نحن نبحث ولا زلنا نمد أيدينا إلى السلام، نمد أيدينا إلى السلام في ذلك، وجه اتهامات كلها لحزب الله وما شابه والحوثيين أنهم إلا جزء من حزب الله وإلى آخره. هذا الموضوع كله انت حطوه على جنب. الملخص أن ابن الوزير وطارق عفاش وحراس الجمهورية اللي في الساحل الغربي وكذلك العمالقة كلهم سيتحركوا لدعم المحافظ الجديد في شبوة لغرض تحرير بيحان، حطوها بين قوسين، لن يكون هناك تحرير لبيحان، إنما سيأتي للحوثي اتصال انسحبوا ونحن سندخل، حتى يعطي زخم إعلامي أو نصر مؤزر للمحافظ الجديد في شبوة ليعطيه صبغة الشخص الذي خلص بيحان من 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 قبضة الحوثي. اتصال اخرجوا يا حوثي ونحن بندخل، وبيكون في مناوشات وفي بيكون اضراب ضرب رصاص وما شابه وصاروخ هنا وغديفة هنا، وعملية كلها عبارة عن تمثيلية ستكون لإعطاء هذا المحافظ الجديد زخم إعلامي أنه هو من خلص شبوة من الاحتلال الحوثي في بيحان وعسيلان وهذه الأربع والثلاث المديريات. هذا السيناريو. إذا ماذا بعد هذا الزخم الإعلامي الذي سيلحقه أو الذي سيحققه هذا المحافظ الجديد؟ سيفتح الطريق بين عدن والمكلا، سيأتي بعدروس الزبيدي ومجموعته الانتقاليين، سيدفعون بالمئات بل بالآلاف من المقاتلين ليدخلوا المكلا، بيضعف البحسني في المكلا لوجود هذه القوة، جدوا عنده لواء بارشيد، بيضعف البحسني بغرض إضعاف المؤتمر الجامع الحضرمي عمرو بن حبريش، الشيخ عمرو بن حبريش هو الهدف، لكن بيكون الهدف النهائي أولا بيكون للشيخ هذا ابن الوزير محافظ شبوة العولقي، بيكون زخم إعلامي وزخم ما بعده زخم إنه خلص بيحان وشبوة من الحوثي باتصال من الجماعة اللي في دبي، أبناء علي عبد الله صالح يحيى وأحمد وطارق وكلهم هذول، يلا يا حوثي انسحبوا من بيحان، نحن بنهجم هجوم كاسح، بيطلبون 10 ألوية من الساحل الغربي عمالقة وحراث ومقاومة ومنها قوات تابعة لعدروس وإلى آخره، بيكسروا حاجز شبوة أولا شقرة، بيتحركوا من شقرة إلى عتق، ومن عتق على أساس أنهم بيروحوا لبيحان، بيرسلوا كتيبة واحدة أو 400 أو 300 شخص عشان يحرروا بيحان، الباقي كله بيتوجه لوين؟ إلى المكلا. قد الآن في أكثر من 4 ألوية في ما بين الشريط الحدودي بين محافظتي شبوة وحضرموت من أبناء المثلث متواجدين بين حدود المكلا وبين حدود حضرموت وشبوة، هذول هدفهم إضعاف البحسني والنخبة الحضرمية، لأنه هذول كلهم حضارم، هم يريدوا أولا إضعاف حضرموت عسكريا ثم يضغطوا على البحسني ليقيل ويعين وما. وبعدين لا تنسون أن البحسني قد سبق من 6 أشهر أزاح كافة الحضارم ذات الانتماء الحضرمي الخالص من السلطة المحلية كمستشارين في المكلا في مكتب البحسني نفسه، من مكتب البحسني أزاح أغلب الحضارم المخلصين لحضرموت وحط بدالهم انتقاليين أصحاب الاشتراكي أول، حطهم 5 أو 6 منهم حطهم جدد قبل 6 أشهر، أزاح كافة النخبة الحضرمية اللي هي السياسية، ما أتكلم عن العسكر عادنا ما دخلنا في العسكر، النخب السياسية التي تشتغل مع البحسني من داخل مكتب المحافظة أزاحهم بضغط من اللي بالي بالكم، ضغطوا عليه إنه لابد أن يزيحهم ويحط هذول، هذول اشتغلوا دعم الكتلة حق عدروس الزبيدي حتى يتم إضعاف عمرو بن حبريش في 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 الجامع، يعني الهبة هذه اللي شفتوها أو الفوضى والتقطع هذا كلها من أجل إشهار هذا الكتلة، اشتهرت هذه الكتلة وأصبحت الآن أمر واقع الكل بيتعامل معها، الآن قدر البحسني نفسه يقول لكم مخرجات حرو اجتماع حرو حق من حق الكتلة، خلاص ما عادش اجتماع الجامع ولا في اجتماع ما أعرف إيش أو مخرجات الجامع الحضرمي، ما عادش الآن مخرجات أخرى حق حرو وغيرها، ها انتهى الموضوع، موضوع الجامع انتهى بهذا الشكل، حبة حبة جايين له. ف بيكون المحافظ هذا اللي في شبوة بالابن الوزير بيسهل كل ما هو
من المثلث جاي الى حضرموت بيسهل مروره، من عدن الى المكلا بيملون الطريق ده كلها عسكر وجنود، عشان ايش؟ حضرموت لا تنفصل. الشرعية على علم هي تريد ان تضمن حضرموت لا تكون راس في جسد قادم، فتريدها ان تكون تابعة، لانها ما تعاملت مع الموقف بجدية، ما تعاملت ان الانتقالي كرشهم من عدن وبيكرشهم من داخل حضرموت، ولا تعاملت مع الحوثي انه كرشهم في صنعاء ولحقهم في عدن وكرشهم. تتعامل بالموقف بشكل متقوقع ما بين اهله ومربعهم، بس ما يهتموا للبعد، بعد النظر ما الذي سيحدث. الان بيصبحوا الشرعية ومعين وغيرهم الحلقة الاضعف في نظام علي عبد الله صالح، الحلقة الاضعف حتى الاصلاح وكلهم. اولا بيحصل انكسار في جبهة مارب، ليش؟ لانه بيكون طارق علي عبد الله صالح وأحمد ابن الوزير والمؤتمرين الذي خرج الإصلاح في وجههم في ثورة فبراير وكسر علي عبد الله صالح في صنعاء جاي ينتقم. الآن أصبح حوتي على يمينه باتجاه صنعاء، وعلى يساره مؤتمري عفاشي طارق ابن الوزير كلهم. يعني الموضوع بيتلخبط على مارب. إما أن تقبل بالتسوية الجاية، هم ما بيكسرونها عسكريا لكن بيكسرونها معنويا. مارب بتقبل أن تكون في التسوية الجاية، وبتكون خاضعة كما كانت، يعني المركز الزيدي في صنعاء خضع مارب أو أخضعها، وكذلك أخضع شبوة، وبتكون شبوة مثل أيام علي عبد الله صالح، مؤتمرية لملس مؤتمري، ها ابن الوزير مؤتمري، وغيرهم كثير مؤتمرين، بتصبح شبوة أيام علي عبد الله صالح، وبيتم قمعها وقمع أي واحد. والإصلاح كالعادة مارب، حزب مارب مرن، بيتعامل مع وضع قد حكمه علي عبد الله صالح 33 سنة، بل كان هو رئيس الجمهورية، بيتعامل مع الوضع الجديد بنفس الوضعية، بينسلخ بيندمج معهم. ليش؟ لأجل شيء واحد قيدوا قالوا لي بالحرف الواحد، أن الإصلاح والمؤتمر وابن الوزير وطارق عفاش يجمعنا الوحدة اليمنية والديمقراطية والجمهورية اليمنية، ثلاث نقاط أساسية تجمعنا. أما الحوثي يجمعنا بهم شيء واحد بس، الوحدة اليمنية، لكن لا تجمعنا الجمهورية. الحوثي ما هو جمهوري، سلالي يبغى يحكم على شكل إمامي له لنفسه. لا تجمع الديمقراطية بحزب الإصلاح ولا المؤتمر، يعني الكل متفق حتى يصبحوا من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية. عيدر الزبيدي إيش وضعه؟ وضعه تخريب بس، بيخرب على الحضارم ويجر نص معاه على أساس أنهم جنوبيين، حتى يكون لقمته كبيرة في صنعاء أو في التسوية الجاية، إنه أنا لي موقف، وإنه لي في حضرموت، وإنه لي في شبوة، وإنه لي في عدن. خلونا معاكم في هذه الوحدة، ما في شيء انفصال، انفصال ما في، انسوا انفصال ما في، ما حد جاء من أجل انفصال، لا طارق ولا ابن الوزير ولا الإصلاح ولا التحالف ولا الإمارات، هذا كلهم ما جاءوا من أجل انفصال، جاءوا عندهم هدف. المبادرة الخليجية ما تستمر، وآلية التنفيذية، مؤتمر حوار صنعاء بيستمر، إقرار مجلس الأمن الذي أعطى التحالف العربي التفويض في عاصمة الحزم والبند السابع بيستمر، اتفاق الرياض الذي جاء على هذه النقاط الثلاثة وقع عليها الكل بيستمر. إذن ما هو الهدف من خلق فوضى هنا وهنا وهنا؟ من أجل إضعاف مؤتمر حضرموت الجامع وشيخه عمر بن حبريش، بيضعفوه في حضرموت بعد ما يسيطروا على شبوة كاملا، ويصوروا للناس أن نحن من أخرجنا الحوثي من بيحان، ويأخذوا زخم إعلامي كبير، وأنهم أصحاب النصر المحقق المؤزر المبين في شبوة، بيفتحوا شقرة على المكلة وبروم وبير علي وأحور، هذه المناطق كلها بتعج من جنود من أبناء المثلث، بتعج من أجل إيش؟ من أجل إخضاع البحسني هنا، لأنه أصلا الكادر اللي تحت البحسني كلهم انتقاليين، كلهم جنوبيين الهواء، ليسوا حضارم، حضارم باللهجة، حضارم بالشكل وباللبس وبالأكل، لكنهم القلب هناك عدن، جنوب، جنوبيين القلب. هذا هو اللي حصل، بيتم إضعاف البحسني وبيمرروا عليه كل ما يريدوا. الشرعية لعب عليها البحسني وضحك عليها، وهذا اللي جاي، وبيكرشوها في حضرموت وجاي عليها الدور. أول حاجة بيطالبوا بإقالة عصام حبريش الكثيري في سيغون أو في الوادي، إبعاده نهائيا، بيشلوا عليه حملة الإخوانجي، الإخوانجي زاحب بالعداوة، بيبعدونه. ثم بياتوا لمن؟ المنطقة العسكرية الأولى
فيها الدحابشة، فيها الشماليين، فيها 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 احتلال يمني واو إلى آخره، بيشيل له هجوم. البحثي ما يقدر يتكلم، ليش؟ لأنه عنده قوة أكبر من قوته. النخبة الحضرمية عنده قوة الآن بتكون تابع لعدروس الزبيدي أقوى من قوته، بيصبح الأضعف في المكلة، بيفرضون عليه أنهم يتحركوا من أجل تحرير وادي حضرموت. وعنده معين رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الذي يرأسه معين في عدن يحمونه، وبيحاربون الشماليين في حضرموت بحجة أنهم دحابشة، بحجة أنهم احتلال يمني واو إلى آخره، بيحرضون الناس عليها. إذا حصل اشتباك بيدخلوا عسكريا من أجل يحرروها، ثم وزارة الداخلية بتنهار، بيطالبوا بإقالة الوزير حيدان لأنه وقف في وجهه، بيطالبوا بإقالته. بيأتي بعدين القرار من الرئاسة الشرعية أنه الوزير حيدان أنه ما وقف أو وقف في 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 صف هؤلاء المسيطرين على حضرموت وأبناء حضرموت وإلى آخره. بيقيلوا الوزير حيدان، بيقيلوا عصام حبريش الكثيري، بيدخلوا في حرب مع المنطقة العسكرية الأولى. البحثني في هذه الحلقات كلها بيكون الأضعف. بعدين بيأتوا إلى عمرو بن حبريش صاحب الجامع الحضرمي، بيحطوا الشروط عليه، وما بيمر نقطة إلا بعد ما يضرب سلام الأصحاب المثلث في المكلة وفي الشحر وفي غير باوزير وغيرها، بيضرب سلام لما يمر بياخد إذن دخوله المكلة وخروجه من المكلة عمرو بن حبريش، بيكون الأضعف. السيناريو أكبر مما تصورون. ليش؟ هذا كله بس عشان يقطعوا الطريق على الحضارب أن لا يكونوا إقليما مستقلا إداريا. الحل الآن بياتي، بنشوف الحضارب المخلصين اللي خرجوا 10 متقطعين مستفيدين أو كانوا فقدوا مصالحهم أيام الاشتراكية وفقدوا مصالحهم في جامع حضرموت، وقبليا في بعض المشيخة تم سحب المشيخة منهم، تقطعوا على خلق الله وفرضوا أمر واقع. فما بالكم إذا خرجت القبائل الآن الحقيقية، إذا خرج الإنسان الحضرمي الحقيقي الآن، إيش بيكون موقفكم؟ وقلب الطاولة فوق الجميع وعلى الجميع وكسر القرش فوق راس الجميع. الآن جاي مارد حضرمي جديد في الطريق، يوم يومين ثلاث أربع ما نعرف كم، بتشوفون مارد حضرمي في الطريق بيقلب الطاولة على الجميع وبيكسر القرش فوق الجميع. الكل بعدين بيتصل عليه، وأنا لا تنسوني اتصلوا عليها، لا تنسوني اتصلوا علي قولوا لي يا ابو جدنان كيف دحين، هدي الجماعه روضهم يا عيب، ما يصح. لا شرعيه بتكون في حضرموت، ولا انتقالين بيكون في حضرموت، ولا تحالف بيكون في حضرموت. التحالف بيكون في حضرموت بس برضا اهل حضرموت وليس برضا تسويات ثانيه، لانه مستحيل ان يكون تحالف وياتي لنا بناس من داخل المثلث ليحكموننا في حضرموت. مستحيل، مستحيل يكون تحالف بهذا الشكل. مستحيل أن تكون السعودية تدعم عدروس الزبيدي في المكلة علينا ثم تحاربنا في وادي حضرموت، مستحيل، مستحيل. عاد المرجعية حية، وعاد نهد حية، وعاد العوامر أحياء، وعاد المناهيل أحياء، وعاد التميم أحياء، وعاد مرة والجعدة وكلهم عادوا أحياء، وعاد نوح وسيبان. مجموعة بلاط جبش خرجت أول لمس وتقطعت على القواطر، فرضوا قدهم البحثني قدوا يتكلم مخرجات حرب. كيف لو خرجت الرجال؟ بيقع له مخرجات ملح، مخرجات ملح بيقع. على كل تذكروا هذا الكلام، فروه شاركوه، المخطط كبير، يريدوا زخم إعلامي للمحافظ الجديد في شبوة، لأنه هو المخلص لبيحان من الاحتلال الحوثي، باتصال منه ومن احمد علي عبد الله صالح في دبي على الحوثي ان يسحب وندخل نحن عسكريا كاننا حررنا بيحان، يعطيه زخم اعلامي وهيبه والى اخره في شبوه، ثم ياتي بفتح الطريق شقره المكلة ويدخل ابناء المثلث كب، ينكبوا على المكلة كب، يضعفوا البحسني ويصبح البحسني الاضعف والنخبه الحضرميه، لانه العدد اللي موجود في لواء بارشيد الان ما يقارب 3000 حد يقول، وهناك 5 ألوية ما بين حدود شبوة وحضرموت جاهزة في مناطق ميفا وميفا حجر وبير علي وبروم، هذه المناطق جاهزين لاقتحام المكلة إذا رفض البحسني، لكن ما بيرفض لأنه أصلا القرار اللي تحته في السلطة المحلية عنده المستشارين تم عزلهم من 6 أشهر، حطوا بدالهم انتقاليين. قلنا لهم البحسني خطر على الشرعية وخطر على التحالف، يا جماعة يا أهل الخير احذروا من هذا الرجال. قالوا لا خليه، هذا ماسك الشرعية وماسك الانتقالي يلعب بالعصا أو
ببيضتين في يد واحده وما مدارين انه بيكسرها في 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 وجيههم، وكسرها بيضعف هو، بيصبح هو الاضعف في المكلم. ثم بيتجهوا الى الوادي، اقاله عصام حبريش الكثيري، اقاله الوزير حيدان، وهو الى اخره، انه هذا الجيش عباره عن جيش يمني احتلال لحضرموت، بيدخلوا في صدام. ثم بيكون العدد اكبر، وعندهم اصلا انصار من داخل سيئون وتريم، وتخلقوا فوضى، وبيسيطروا على الوضع، وبيكونوا كرشوا الشرعيه كامل من حضرموت كما كرشوها من عدن، ويتكرشها الحوثي من صنعاء. فتصبح الشرعيه هي الحلقه الاضعف، هي والبحثني حقها وعمر بن حبريش. اذا ما استفدتوا لا شيء. هذا هو الهدف النهائي، السيناريو الاخير. ويعود نظام علي عبد الله صالح يتفاهم مع الحوثي والاصلاح، حطوه بين قوسين حزب مرن. يقول لك تجمعنا الوحده بطارق عفاش، يجمعنا الجمهور، تجمعنا الجمهوريه بابن الوزير، يجمعنا الديمقراطيه بهؤلاء ما عدا الحوثي، يجمعنا به شيء واحد بس، هي الوحده اليمنيه. اظن اعتقد حاولت ان اوصلها، هي هذه الفكره. السيناريو ربطوه ببعضه. اول ما تشوفون نبيحان تحررت بتلاحظوا زخم اعلامي كبير لابن الوزير في شبوه، ثم سيفتح الطريق وينقل اكبر عدد ممكن من المثلث ومن عدن الى المكلا لاضعاف النخبه الحضرميه واضعاف البحسني واضعاف عمر بن حبريش بالجام بالكتله التي انبثقت منه. قدم الان شفنا البوحر والجبواني يتجولوا في المكلا ويهددوا بالنار والحديد من داخل المكلا، والبحسني ساكت ما يقدر، ما يقدر يواجههم اي نار وحديد، وعندنا نخبه حضرميه ما عندنا ناس من برا. سلام ختام.